أنا اليوم وأنا مروح الحمد لله وكنت فعلا في حالة يعني إيش تجلي، حالة تجلي روحاني، وكتبت كل هذه المعاني العجيبة اليوم بفضله وأنا ماشي، وجدت رجلا قبيحا، قبيح المنظر شنو نزلت هيك أهتم عجيب مثل غول هيك مثل أوقر فعلا ضخم هيك وعريض شيء بخوف. كان في فيلم اسمه المينيك هذا اللي بيطلع من النار هذا الشرطي زيه هيك رأسه عريض هيك مخيف وحامل إيه كيربس هذيك وجزء من قرعة. أجي هيك وأنا ماشي والمطر بنزل علي، أجي حطه على إيش على باب الناس قال لها هذا كيربس. سمعت هيك صوت من كذا صرت في لحظة تجلي عجيبة وكتبت شيء جميل جدا جدا. انقلب هذا الرجل الغول الأوغر في نظري إلى قطعة من الجمال بالعطاء تبعه، عرفت أنا هيك وطلع رقبته بعدين راح غادي وجايب هو إيش إيش بسموه هذه نوع من الفاجن هيك تبع البستان هذا قالت الفاجن هيك مليئة بقطع الكيربس هذه، فهمت أنه بوزعها إيه على الجيران. عطاؤه رغبته في العطاء دون أن يلقي محاضرة أعطاها من برا وما لك كذا كيربس قال لها إلكو يلا وراح. أحال هذا الغول في نظري إلى قطعة من الجمال. قلت ما أعظم الإنسان حين يعطي، ما أعظم العطاء. بعدين قلت الله أكبر، الله ليس إلا عطاء، الله عطاء محض، يعطي ولا يأخذ، والله العظيم يعطي ولا ينتظر منا شيئا لأنه غني وما بده شيء ويعطي. نحن من عطايا، كلنا عطايا، كل شيء عطايا لا إله إلا هو. كم هو جميل إذن الله، كم ينبغي أن نعشقه أن نحبه أن نفكر فيه. صرت في حالة عجيبة جدا جدا والله، رأيت هذا الغول أقسم بالله من أجمل ما يكون رأيته. كم أحببت هذا الرجل، شيء عمل فيه شيء غير عادي المشهد هذا، تخيل. فهذا شيء جميل إني أنا فرحت لفرح الجارة ما بعرفها بتبعد عني يمكن 150 بيت في شارع آخر بالكوربس تبعتها هذه، وفرحت إنه إنسان عنده قدرة إنه يعطي. جميل إنه عنده القدرة يعطي، جميل جدا. تخيل أنا مرات لما أطلب منكم الدعاء لفلان وفلانة بقول يا أهل ترى من هؤلاء يدرك أنني أطلب هذا الشيء بجدية، وأن من أوصانا بالدعاء له ولأهله يطلب هذا بجدية. أنت ممكن مش شاعر دائما الشيخ عمله يعني إيش موال أطلب الدعاء، لا لا يا رجل خذ هذا بجد أنت وقول لعلي بظهر الغيب أنا أدعو إيه لأخي أو لأمي أو لزوجي أو لابني وهو لا يعرفني، أنا واحد من 500 مصلي في الجمعة بأدعي أو في الترويح أدعو أنا لعل الله يستجيب لي فأكون خففت إيه تباريح مريضة أو رحمنا عفوا بدعائنا ميتة مطمورة في قبرها أو كذا أو الأخيره من حيث لا يدري بي. هذا الشعور يعطيك تعاليا تجاوزا لإنسانيتك الهشة وحنوتك الضعيفة وحسياتك إيه الغريضة، بتشعر بشيء مش طبيعي. هيك تبدأ إيه تتحقق بالإنسانية. فما بعرف دخلنا في أشياء ثانية. اللي بدي أقوله في الأخير يا إخواني، هذا الكون هكذا هيك علمنا ديننا بفضله، وهذا عظمة ديننا مبني على سنن. في قصة عيسى عليه السلام في تراثنا الإسلامي في شيء جميل زي هيك، إيش رأيك؟ ابن عباس والشافعي عشان ما ننساش، ابن عباس الحديث اللي شرحته هذيك السنة، المهم يقول إيش لما واحد سبه أنت وأنت وأنت وكذا وكذا وما عارف إيش قال له؟ إنك لا تشتموني، أنت بتشتم، هذا شوف مؤدب، وإن في لخصالا ثلاثا قال له، قال له أنا في ثلاث صفات المفروض في صفات هذا لا يشتم يحترم ويحب. قال له إيش فيك؟ قال له إني لا أسمع بالغيث. في الأول قال له إني لا أمر على آية من كتاب الله فأعلم فيها ما علمني الله فأود أن يعلم كل ما علمت كل مسلم ومسلمة. يا الله يا الله، مش سهل هذا الكلام، هذا الكلام يبكي والله يبكي أقسم بالله. هذه عظمة الصحابة يا جماعة. في ناس بتخيلوا أن الصحابي الشيخ كشك، يعني صحابي عدنان إبراهيم، صحابي محمد حسان القرضاوي، كلام فارغ. الصحابة شيء مختلف تماما. لما تقرأ عن قديسين كبار في البوذية في المسيحية في غيرها، الصحابة أرقى من هيك بكثير لسه. هذول نبت محمد يا جماعة، هذول أبناء القرآن، شيء أخطر مما تتخيل وأجمل بكثير. احنا مش فاهمين، احنا متخيل هيك عمر بفكره إنه ما عادل كل شيء في مكانه، بس صدقنا الصورة اللي صنعناها له قبيحة جدا جدا، إنه إنسان غليظ، إنسان عنده هالدرة هذه، إذا عملت أي غلطة في السنة كذا بعطيك على راسك طخ بضرب لك مساح أكيد وبالحتم. الرجل هذا في حياتي كان قطعة من الشفافية والرحمة وشوفنا عنه حديث لما سمع أنه أحد إخوانه في الشام وبسكر قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم وهيا اجلسوا، قال لهم نعقد زي ما قلنا قبل شوية ندعو لأخينا عمر بعدهم اللهم كذا. شوف العظمة، هذا هو مش أنا خليفة حاجيبه من الدنيا وأورجيه كيف يسرب الخمر، لا 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 لا، وبعث له كتاب من أعجب ما يكون، وقلناه في الخطبة.
هذه جوانب مش مكشوف عنها من عمر لسه. احنا الرسول احلناه بس ضرب سيف، مش هذه القصه. واكثر دروسنا الغزوات والمعارك، كلام فارغ هذا. ابن عباس هي ابن عباس قال لا، ومن فينا هكذا. انا بقول لك بعرف ناس كفر، انا والله العظيم لا يحلو له حتى ان يعير كتابا. اذا علم بالذات من هذا الكتاب ممكن تستفيد منه انت، يصير عندك علم واشياء ما يقول ما عنديش. لا، لازم يكون عندك اندفاع غير طبيعي. انسان بده علم اعطيه، بذله، ابعث له مباشره. انا بفرح واحد يطلب مني شغله وبصدقش. بعت لي مره استاذ هنا اكاديمي نمساوي، قال لي يا شيخ كذا في التلفون، قلت له ابشر، فش ربع ساعه روحت مباشره بعت له يمكن 15 كتاب بحث يشكر. قلت له هذا شيء طبيعي، كلما اردت تقول لي طالب علم هذا يمنعون المعون. خليه اعطيه يا اخي، افرح. انا افرح انه اي واحد يتعلم يبث العلم يدعو الى الله. يا اخي ليش؟ يا ريت انه يكون احسن مني، ها درجه عاليه ما بتوقعش، لكن ان شاء الله نصلها. ليش لا يكون احسن مني للاسلام لله؟ ليش لا؟ ليش لا؟ وهذه ما بتصلها الا تكون شميت ريحه الصدق، واحنا ما عندنا الصدق هذا. تعرف ليش؟ انا مره قلت مثال برضه هيك، انا يعني المثال هذا بسطت فيه المساله، مثال جميل جدا. لما يضيع ابنك ما فيش حد يقول انت تزعم انت، لا لا، حقيقه انك تحب ابنك، طبيعي طبيعي كانسان عادي نورمال، ها تحب ابنك. ابنك ضاع، تريد ايش؟ من يدل عليه، صح؟ تريد من يدل عليه، تريد من يجد ابنك. لو اجى واحد عدوك جارك، بس هذا مثلا في الاستخبارات هو او في الشرطه، ها او عنده كلب حراسي شمام، تعطيه منديل ابنك، حتروح اول واحد مع انه عدوك اللي قاهرك وبتكرهه، انت بتكره ريحته، ايه لانه بده يشوف لك ابنك. ولو جاب لك ابنك انت حتبكي وتعتذر عن عداوتك له وتبوس راسه وتدور رجليه كمان، لانه بس في صدق في مساله واحده هنا. صدق عارف في ايش؟ كل شيء مشكوك فيه، عداوتك له مشكوك فيها، هاي انقلبت لصدقه، صح ولا لا؟ حبك لابنك فيش فيه شك. والله العظيم لو كان عندنا حب لله بلا شك وحب صادق، اقسم بالله والله العظيم هذا اول ما يوجب علينا، ان نحب كل من دعا الى الله، ان نحب كل من عرف الناس بالله، ان نحب كل من حبب الناس بالله، صح ولا لا؟ وبتروح الغيره والحسد والكلام الفارغ، حسد ايش هذا؟ الله يا اخي. وبتحس انه لو انا بدي اغار منه وبدي اشوش عليه واعمل عليه مشاكل، كاني كفرت بالله. طبعا كفرت بحبي لله، كفرت بمحبوبيه الله لنا. كيف طيب؟ اذا انا بحبه كيف ما احبش من يدعو الي يا اخي؟ من يدل عليه؟ ابوس رجليهم هذول ولا مش صحيح. وفعلا كان في دعاء وفي ناس عارفين لما يشوف انسان يدعو الى الله يقول له مرات اعطني لسانك اقبله، يقول له اعطني يدك اقبلها، يا من يدعو الى الله انت انسان عظيم، انت هذا انسان محب لله. بس احنا ما عندنا حتى قدره على التنظير والقياس، ما بفهمش. لا لا لا، وبتشوفهم دعاء كبار ضد بعضهم كانهم ديكه وشاطر بس يحطم في الثاني، ليه؟ وهو بيعرف انه هذا الداعيه بالذات اوتي منطقا واوتي بيانا واوتي قدره ويحبب الناس فعلا بعمق وبده يحطمه. لا والله ربح الاسلام كثير. شفت ابن عباس العظمه؟ قال لك لا، بحب كل الناس انا يفهموا اللي انا فهمه. بس يا ابن عباس هنا حتفقد مزيتك، ومتى بحث عن مزيته؟ انا ببحث انت تبحث، هو عمره ما بحث. حتفقد مزيتك انك انت الحبر البحر، ترجمان القران المرجوع اليه في المشكلات والمعضلات. يقول لك انت اهبل، انت في واد وانا في واد، تالله ما بحثت عن هذا لحظه من زمان. الله اكبر، واحنا كل بحثنا عن هذا. وتلاقيهم على فكرة امبارح بقرا واحد، أول امبارح عفوا، غبي ولا هالفوت يروج خرافات وكلام فارغ وقلة أدب في حق الرسول. قال الرسول والأنبياء كلهم أجوا يتوسلوا إليهم، إليه الأمثال، قال إنه بتوسلوا، قال لك توسلوا على شاطئ النهر، قال في المنام إنه أعطونا ورد الشيخ تبعكم. تبا لك ولشيخك يا رجل، الأنبياء توسلوكم؟ من أنت يا زنديق؟ الشيطان قال له هيك غبي. وإيش تب؟ قال واجدد يديك بها، وأنا هنا أتيت بتحقيق لم أسبق إليه. والله قال في عبارة وأتيت بتحقيقات لم يدركها السابقون ولا اللاحقون. قلت طلع الغيب ما شاء الله، عرف هذا من سيخرج العلماء إلى أن تقوم الساعة ومش حيدركه. قلت تبا لك يا جاهل، جاهل هذا ما طلب العلم ولا طلب الهداية، هذا إنسان طالب لحاله مكانه يرفع خسيسته بها. هذول عفنون ديننا، كرهونا في كل شيء، خربوا علينا كل شيء يا جماعة، خربوا على الناس، ضللوا الناس. هذول قطاع طريق، هاي أول واحدة. الشغلة الثانية، وإني لأسمع بالغيث يصيب أرضا فأفرح، أفرح كثير، الحمد لله نزل غيث، نزل وليس لي بها سائمة إيه أسيمها. قال ما عندنا غد، ماشي ما عندنا شيء،
ولا عندي أي مصلحة. لكن الحمد لله أرض فيها مسلمين، فيها عباد لله مسلمون، ينزل مطر هنيئا لهم، بفرح بفرح كثير، مش كلام، بفرح بفرح، يشكر الله كأنه نزل على أرضه، يا ربك الحمد، اللهم زدهم. شو هذا؟ إيش هذا؟ هل حتخذوه المرة الجاية؟ أنا حجيبه في طريق برضو إيش؟ الزهد. طبعا الإنسان اللي بيعيش وحدود حياته تحدد بشتمت يعني زيني برزلو كايت ما يحدد شخصيته أسرته والأسرتي، مهمتي الأولى والأخيرة أربي أولادي، أطعميهم أحسن طعام، أشربهم، أعلمهم أحسن علام، يقولوا أحسن علام جد أحسن علام. هذا بسيط وفقير وضحل، وهذا عمره ما ينضج مسكين، وهذا السريع ما يحبط ويخيب. واحد يقول لك لا، أنا حدود شخصيتي نفع الأمة، أنا ابن الأمة الإسلامية من غير جنون العظمة وهذاء الهبل هذا، وأنا مصلح وأنا مهدي وأنا مجد، لا 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 لا، أنا مسلم بسيط جدا 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 بس. وهنا بدي أقول لكم معنى برضو اليوم كتبته، حاولوا تستفيدوا منه، جميل جدا. عارف إيش المعنى هذا؟ بحسه مرات الفرق مثلا بين واحد غلبان زي حالاتي، بطلع على المنبر بحكي كلام بزعل الصوفية، بزعل السنة، وأنا عارف، وبزعل الشيعة، وبزعل مرة الوهابية، ومرة بزعل الأشعرية، ومرة بزعل الكل، بس بشوف أنا إيش دافعي وإيش اللي بدي إياه. بصراحة شغلتين، إرضاء الله وتمحيضه عز وجل، التوحيد والعباد وكذا، والمحافظة على نقاء وجوهر الإسلام العظيم. الإسلام قطعا أكبر من الأشعرية، قطعا، صح؟ طبعا. شو الأشعرية؟ الأشعرية أبو الحسن الأشعري، البقلاني، ابن فرغ الغزالي، أفراد يعني، هذه الأشعرية اللي حطوا الأفكار هذه. قطعا الإسلام أكبر من إيش؟ من السنة والشيعة والمصطلح، أكبر من حنبلي وشافعي والمالكي. هذا الإسلام يا حبيبي، هذول كلهم أبناء وفروخ الإسلام وكذا، وتشكيلات بسيطة فيه لسه. الإسلام أكبر من هيك يا أخي، الإسلام هذا. ها. طيب، فبزعلوا. بقول سبحان الله، إيش الفرق الآن بين واحد غلبان زيه وبين هذولا؟ هذولا حددوا هويتهم الإسلامية في نطاق ضيق، إني أنا سني شافعي مصري من الصعيد على الطريق المشيشية. فبغضب جدا إذا أنت تكلمت قلت بعض الشوافع قالوا بنجن، كان هو اللي قال يعني، ليه يعني نظر بالشوافع يعني؟ ولكن أنا قصدك يهبل قصدك زيك، لا بدوش، أنا شافعي لأنه، فأي شيء نقد للشوافع كأنه قال وأنا شافعي، لا بزعل. إذا تقول سنة بنجن، ضيق هو، ضيق هو، حد فعلا ما دام هو حد شخصيته هيك من حقه يزعل، صح؟ طبعا. أنا لما أقول مثلا السوري اللي من دمشق اللي اسمه وائل وبيشتغل في الأون ولابس أزرق، هذا إنسان كذا، تزعل أنت، لأنه هذا فعلا حدود شخصيتك. إذا واحد تاني في الميدان الأيديولوجي حدد شخصيته أنه هو العربي المسلم المصري الصعيدي الشافعي المشيشي الشاذلي مثلا النقشبندي، وانت تحكي عن اي مفرد من هذولا بزعل. مسيتني انت، صح ولا؟ بس انا يا حبيبي بتحدث عن عظمة الاسلام اللي تجاوزت اخطائك وحصريتك هذه. هو مش معتني بيها، مش همه الاسلام، هو همه ما حدد به ايش؟ افهم علي، شخصيته. انا همي ما حددته به ايه؟ شخصيتي. وانا بقول لك انا هعيش واموت وابعث يوم القيامة وانا على يقين لن يسألني الله لما لم تدفع عن كذا، حاول تدفع عن ديني وعن قرآني وعن ذات المقدسة وعن أسمائي وصفاتي وعن جلالي وتنزيهي. عملت هيك خلاص أنت خارج العتب بإذن الله، بالعكس أنت في حق الجزاء والتكرمة، اللهم اجعلنا من أهل الكرامة في الدنيا والآخرة. فهذا لو فكرت فيها بعمق بتلاقي الفرق. تتخيل واحد غير مسلم يشوف نقاش بيننا، والله العظيم عشان نختم بالنقطة هذه، ونقاش حار محتدم انفعالي انفجاري أشعري وهابي، يسمع كلام هذا، طب مش أنتم مسلمين؟ مسلمين بس هو أشعري وهذا، ومش كافر لكن ضال مضل، ينكر كذا، هو معطل، هو كذا. أقول لا بس هذا وهابي مجسم، لن يكون مغرى لحظة واحدة يعني ينظر في دينه. وأنا صحيح، لكن لو هذا وهذا تركوا المشهد الضيق هذا أشعري وهابي وأخذ المشهد إيش؟ القرآني، إن هذا القرآن ذكر للعالمين، ذكر للعالمين، للعالمين، مش الوهابيين، مش للأشاعرة، مش للشوافع، مش للشاه، هذا مش دين الشيعة، مش كتاب الشيعة ولا كتاب السنة، هذا كتاب العالمين يا أخي، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن على فكرة عشان يعني نقول، هل ترون من ينتحل هذا المنطق ويدعو ليه كثير أو قليل في الأمة اليوم؟ لا أكاد أراهم، لا أكاد أراهم، بحس حالي غريب، أقسم بالله بحس حالي غريب جدا جدا. لو تقعد مع أي علماء مع أي دعاء بتحس حالك غريب. عارف مين بكون أقرب للمنطق هذا؟ مسلم علماني، هيك كويس، هذا معقول يعني، مسلم ليبرالي ممكن يكون أقرب للشيء هذا، لا
بس مسلم ملتزم يستحيل أبو لحية مستحيل، لأنه عنده تحديد لشخصيته في إيه، في إطار ضيق، في إطار ضيق هو يحدد نفسه خلاص انتهى. شيء مترعب، شيء مترعب جدا جدا جدا.